بنان غير كيبغي يدير لك حاجه شو يمشي بحاله. يعني بنان مناير ما بقاش بنان مناير شي واحد اللي كيقول لك انا راه كيدير الاجر ولا كلشي بالمقابل جنسي. وقعوا بزاف الحوايج، الضرب، الشتم، انا عام وانا في الزنقه ما فهمتش، ما لقيت حتى شي حاجه، ما لقيت ناس يعاونوني، ما لقيت ناس. الفيديوهات ضربت بالالف بالمليون اصاحبي، واحد مليون درهم لواحد هي مليون، هتكري بيت وتسكن فيها وكذا، حتى شي واحد ما تعاون معك باش يعاونك. بزاف المشاكل طراو ليا، بزاف المشاكل عانيت بهم، بزاف المشاكل التقطتو في هذا المغرب. السلام عليكم مشاهدي الكرام، السلام عليكم مشاهدي الكرام، معكم كعبي اوفيسيال اللي معروف في تيك توك وفي اليوتيوب وفي انستغرام. مهم مرحبا. مهم عمري يتراوح 18 سنة. مهم انا شنو نقول لكم، راكم كتعرفوني دابا مود وانا عايش في التشرد في البرد والشتا، لا حنين لا رحيم لا حتى شي حاجه. بالنسبه لذاك الشيء اللي شفت في مواقع التواصل قبل، بنادم كاين اللي شاف هذوك الفيديوهات اللي صورت على مهم على الميول ديال المثليه وكذا، داك الشيء تعرضت للضرب، تعرضت للمشاكل بزاف. الفيديوهات الناس كيصونيو عليا، كاين اللي كيتفلى عليا، كاين اللي كيدوز بيا الوقت، كل واحد وشنو. مهم انا يا عيت نلتجأ للناس خارج المغرب وداخل المغرب، حتى شي واحد ما رحمني، حتى شي واحد ما لقيت شي واحد اللي يرحمني انا، والو عييت. الناس شافوا الفيديوهات بزاف، كاين اللي بزاف لا عاده، كنشوف الكومونتيرات بلا ما كيصوني عليك باش يعاونك، كيبغي يستغلك، كيبغيك على حاجه، يعني ما كيبغيش بلا ما يساعدك انسانيا. واش ما بقاتش الرحمه؟ واش ما بقاتش الرحمه في البلاد؟ دابا رمضان هو داخل وانا بيتها في الزناقه، دابا عام وانا في الزنقه، حتى شي واحد ما كيرحمني، حتى شي واحد ما كيشوف، ما لقيتش باش ناكل، ما لقيتش حاجه. واش نكريسي؟ علاش يقول لك بلا ما علاش انت كتمشي داك الميول؟ علاش تمشي دير انت هكا؟ علاش كتمشي دير الجنس؟ علاش كتمشي دير كذا؟ باش غادي ناكل؟ خدمه عيط نقلب على خدمه، حتى شي واحد ما رحمني. انا دابا رمضان داخل عام وانا في الزنقه، انتوما شتوني مره في مراكش، مره في طنجه، مره في العيون، كل مره في مدينه، ما لقيت حتى شي واحد ما يرحمني. بزاف اخوتي والله، انا بغيت شي واحد يحن عليا، بغيت شي واحد غير يعتقني من البرد والشتا. انا دابا ما لقيت لا خدمه لا حتى حاجه، بنادم كل واحد كيعيط لي من المدينه، ما كاينش واحد محسن حقيقي كيعيط لي يقول لك انا نساعدك ونعتقك من هذه الحاله ونعتقك من هذا الشيء باش انت تمشي ودير شي حاجه للمستقبل. انا كنت باغي والو، انا كنت ان شاء الله كنت بغيت نمشي غير نخرج بحالي من هذه البلاد، ولكن اخوتي تعاونوا معايا. دابا انا ما عندي لا مسكن لا ام لا اب لا والو، خرجت من الخيريه ما رحمني حد، خرجت من دار الايتام ما رحمني حد، ما عرفت شنو ندير. المهم اخوتي الاعزاء، انا بغيتكم تفهموني، بغيتكم تحسوا بيا، انا راه ما لقيت ما ندير. انا دابا في التشرد مدة عام، القرايه ما كملتش الباك ديالي على بسبب هاد المشاكل، وتعرضت للضربه كاينين في فيديوهات في مواقع اخرى، يعني بزاف ديال الحوايج ما عرفت شنو ندير. انا عييت نتاج بزاف ديال الجمعيات برا، كيقول لك خصك تكون عندنا حنايا لداخل، خصك تكون عندنا في المكان. هنايا في المغرب التجأ التعاون الوطني، التجأ بزاف، مشيت عند سميتو المقدم، مشيت عند العامل، شحال من واحد ما قدر يعاونني، حتى شي واحد. وباش غادي تعاونوا هاد البلاد؟ الناس تيبغيوها باش ندافعوا عليها، باش كذا، تدافعوا على الصحراء، ولكن انا ما حتى شي واحد ما كيعطيك حتى شي حاجه، ما كيعطيك حتى شي حاجه، ما كيرحمك لا حتى شي حاجه. انا ما قلتش بنان من يجي يعطيني فلوس وكذا، انا ماشي، انا كنت بغيتكم فهمتي تعاونوني. دابا رمضان داخل، انا عام وانا في الزنقه، هذا الفيديو درتو دابا في رمضان قبل ما يدخل رمضان، بغيتكم تعاونوني نخرج من الزنقه، نكري شي بيت فهمتي، بين ما نجمع شي بركه بغيت نجمع وراقي ونخرج بحالي من هنايا. عندي الناس بغاو يساعدوني، ليه ما عنديش دابا حتى ريال. انا اللي باغي يتواصل معايا، اللي باغي يصوني عليا، ماشي يجي يتفلى عليا يقول لي بغيتك على كذا وبغيتك على كذا، استغلال. انا بغيتك بنان ما يعاونني انسانيا، ما يعاونيش بروفيتاج فهمتيني. خويا كيصوني عليا بنان تيقول لي الو الكعبي، انت هو الكعبي اوفيسيال في تيك توك؟ تنقول لهم ولا في اليوتيوب؟ تيقول لي تيقول لي اخويا بغيتك انايا نتلاقى معاك وغادي ندير معاك وغندير معاك ونعطيك قدا. هو بنان غير كذوب، راه بنان غير كيبغي ينصب عليك، وبنان غير كيبغي يدير لك حاجه شو يمشي بحاله. يعني بنان مناير ما بقاش بنان مناير شي واحد اللي كيقول لك انا راه كيدير الاجر ولا كلشي بالمقابل جنسي.
وإلى خوتي. أنا عندي 18 عام وبنان تيجي كيقول لك هادشي المغرب كامل، أنا فيما مشيت في المغرب تيضربني بنان كناكل العصا، فيما مشيت بنان كيسبني، فيما مشيت معرض للضغط والمشاكل، ما كاين لا جمعيات لا حتى حاجة اللي تعاونك، والو والو. مشيت التعاون الوطني اللي مكلفه بالجمعيات ديال الخيريه، عندي لاكارت ديال الخيريه، عندي الباسبور ديالي، عندي كل شيء، والو. قال لك حنا ما عندنا ما نديرو لك، واش بنا ما تشدوه وانتما كتدخلوه في الخيريه وكذا كتكبروه وكتلوحوه؟ راه ما يمكنش. عييت انا، عييت ما عرفت شنو ندير. انا قاصيت في هذه البلاد، ما فهمتش الرايه المغربيه. دابا بنادم فهمتش بزاف ديال الكومونتيرات غيقول لك اه وانت كذا وانت كذا. انا حفظت هذه الكومونتيرات، انا خوتي بغيت شي واحد يعاونني، يعاونني كاع ما قدوش تفرضوا ليا هكا انا نجمع نمشي بحالي لتركيا. تقولوا لي علاش تمشي لتركيا؟ تقولوا اه غتمشي عند كذا سفيان طالو ولا تمشي عند كذا. هذوك كل واحد الله يسهل عليهم. انا بغيت نمشي نبني اساس ديالي كاع، بغيت نمشي فهمتي من تما مشيت شي حد اوروبي نتزوج بنت الناس بزاف د الحوايج. ما هذه البلاد انا مابقاتش عاطياني، انا لا مأوى لا طعام، ما بيش في الزنقة، لا حنين لا رحيم لا حتى شي حاجة. انا عندي حساب في انستغرام، هو كعبي اوفيسيال، هو دابا فاتح فيه اللايف. كعبي اوفيسيال في انستغرام، كعبي اوفيسيال في تيك توك، وكعبي اوفيسيال في قناة اليوتيوب. هما قنوات ديالي، حتى شي واحد ما داعمني، حتى شي واحد ما حتى شي حاجة. انا خوتي بغيتكم، بغيت فهمتي ما بغيتش نبقى في هذه الحالة، بغيتكم توقفوا معايا. بلا ملي غيصوني عليا ولا شي حاجه ما يصونيش عليا باش يتفلى عليا، باش يضحك عليا. رانا رايتي مراه راه فهمتي دايز في هاد البلاد. راه واحد النهار كنا غادي ندوز القبر، ما غادي نهبطوا معنا لا فلوس، ما غادي نهبطوا معنا حتى شي حاجه. ان الله غفور رحيم وكذلك شديد العقاب. بلا ماشي يجي يضربك في الزنقه وقد تعرض للشتم والعرض وكذا. انا خوتي عاونوني، تنتمناكم تعاونوني في هذا رمضان. بعدا غير فين نسكن، غير فين نسكن بلا. انا دابا واحد انا في اكادير فهمتي، واحد انا في اكادير حتى الرود البرد والشتا، ولابس دابا شي ثلاثه جاكيطات رغم ذلك البرد والشتا، مازال نفس البوسيزون، مازال نفس الحوايج. انا خوتي بغيتكم توقفوا معايا وقفه ديال الحنان، وقفه الانسانيه، ماشي وقفه الاستغلال. وقفه الاستغلال اخوتي راه بزاف. واه اللي جاي يقول لك نمارس معاك وندير معاك ونعطيك، واخا هكا كاين البنات ملي كيقول هكا كتقول اه راه نمشي وكذا باش ناكل، وكتلقى غير يكذب عليك، غير يبغى يدوز بك الوقت. كيلقى عنده هذاك ابيل ولا ذاك نجمه ثلاثه ولا ما عرفتش داك الشيء معبئه تيتنص عليك. انا اخوتي اللي باغي يدعمني، المهم اللي باغي يساعدني، النمره ديالي اتصل بيا 06 73 49 65 36. راهي عندكم في فيسبوك وفي اليوتيوب تما غيحطوها عليكم. انا بغيتكم تساعدوني احسانيا، ماشي انسانيه، ماشي استغلاليه، فهمتي؟ اللي باغي يدوز عندي التيك توك كعبي اوفيسيال، ولا انستغرام كعبي اوفيسيال، ذلك اليوتيوب الصفحه ديالي كعبي اوفيسي. انا النداءات اللي شنو وقع، وقعوا بزاف الحوايج، الضرب، الشتم. انا في عام وانا في الزنقه ما فهمتش، ما لقيت حتى شي حاجه، ما لقيت الناس يعاونوني، ما لقيت الناس. فيديوهات ضربت بالالف بالمليون بالمليون اصاحبي، واحد مليون درهم، درهم لواحد هي مليون، هتكري بيت وتسكن بها وكذا وكذا وكذا، حتى شي واحد ما تعاون معاك باش يعاونك. بزاف المشاكل طراو ليا، بزاف المشاكل عانيت بهم، بزاف المشاكل نتشاقشهم في هذا المغرب، منهم السب، منهم الشتم، منهم القذف، منهم انا دابا في التشرد، انا مده عام، منهم ما كملتش البكالوريا كنت تخصص زوين، منها بزاف الحوايج. انا تنقول بنان ما يعاونني، يوقف معايا، ماشي يستغني. انا راه معايا، انا ما عندي حتى شي حاجه، ما عندي لا اب لا ام لا حياه لا والو. راه شخص غادي كنا غادي نطيحوا تحت التراب، هذا الشيء اللي كتشوف. انا في اكادير كل مره في مدينه، هذاك يعيط لك كيبغيك على حاجه، هذاك يعيط لك كيبغيك اللي يكذب عليك. وما بقاو محسنين دابا هاد العواشر اخوتي، ورمضان هذا فهمتي، بغيتكم تعاونوني. داك الشيء اللي خرجت به وكذا، كنت انا خارج، انا خرجت من الخيريه باش الناس يعاونوني كذا، استقت انا ولا داك الشيء العكس عليا، ولا داك الشيء كونتخيغ عليا. يعني انا بغيتكم تفهموني اخوتي العزاز وتوقفوا معايا، فهمتيني؟ انا ما بقيتش باغي والو، بغيت انا شي واحد يوقف معايا لك على، بغيت تقطعوا لي البين نمشي بحالي لتركيا بلا ما تجبدوا عاوتاني صوفيا طالوني وتقولوا شو تقولوا كذا. لا انا بغيت نمشي باش نبني الاساس. كاينين تما جمعيات بغاو يعاونوني، ماشي جمعيات ديال فهمتي اش قاون. دابا بنادم ديما كيقول اه غيمشي تما باش يمشي هكا، حنا بغينا نمشي باش نوقف على رجليا. هاد البلاد ما بقاتش عاطياني. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.